مشاهدينا الأعزاء في كوكب المريخ الشقيق، وأي تشابه بين كائنات المريخ وبعض وجوه البؤس عندنا مجرد صدفة تقنية لا غير. يا سكان الأرض، قيلونا المريخ يليق بنا. مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج عمر رسك. عمر رسك، هوا لكم، هوا لكم وهوا لنا، بخطى واثقة ثابتة وناجحة جدا أوصلونا إلى الإفلاس، إلى الكساد العام والعائم. كساد عام وعائم. دولة قررنا ابتداء هذا اليوم، ثانيا دولة قررنا قررنا وصلت إلى نكتة اختزلها فخامته ذات بترول غزير في قال لي السعوديين دارين لا إله إلا الله محمد رسول الله، والعراقيين دارين الله أكبر. قال لي انت زيد لنا حاجة في الإعلام تاعنا. قلت له واش نزيد؟ قال زيد الله غالب، الله غالب. نكتة كانت بمثابة النبوءة التي أضحكت فخامته كما أضحكت شعب فخامته على نهاية بائسة لشعب ودولة الله غالب. دولة الله غالب. القوى الإقليمية، القوى الإقليمية، هذا هو حالها اليوم بالمختزل المفيد والحزين والبائس. وطبعا حين تمرض الأسود فإن الثيران التي كانت، الثيران التي كانت وكان يجمعها زئير قررنا تكفيها قائطة متواضعة لكي يستجيب وتستجيب لصراع البقاء للأقوى، صراع البقاء للأقوى والأغوى. نهارات تقياط وطني، والأكثرهم تقياطا بالضرورة، أكثرهم قوة وفعالية وحضورا إعلاميا. والبداية لتكون البداية من الفتى الحديدي، حداد زمانه، حداد زمانه، خالق الثروة والثورة الصينية. علي حداد، علي حداد يتكلم: أنا أخلق الثروة فلماذا يحاربونني؟ أنا أخلق الثروة فلماذا يحاربونني؟ رب الزين مش رب زين، نعرف رب واحد، هو رب الواحد، ما كانش رب غيره. هذه التسميه كانت مجازيه يعني، هذا اللي قالها انا نقولوا يعني تعبير على القوه نتاعو، وعلى انا نقول ما عندوش حق باش يمثل رب، رب للجنرال ما عندوش حق يمثل رب لحداد. شكون هو حداد باش يمثلوا برب الجزائر؟ من توفيق رب الجزائر الى حداد خالق الثروه، تربريب وادعاء الخلق والربوبيه مشكله جزائريه بحته. ليحكم السلطه يقول لهم انا ربها. لماذا تحاربون حداد؟ لماذا تحاربون حداد أيها الحساد؟ ألم يهتدي هذا الرجل الخارق، هذا الرجل الخارق لمصدر بديل لخلق الثروة من على ظهر الصين الشعبية؟ ils ont perdu aussi des hommes parce que il y en a beaucoup de chinois quand ils sont partis en Algérie ils ont divorcé en Chine ils se sont mariés en Algérie donc l'Algérie attire L'Algérie, oui, c'est vrai, l'Algérie attire, l'Algérie c'est une très bonne terre. لماذا تحاربونه أيها الحساد؟ لماذا تحاربونه؟
ألم يتمدد خلقه للفروة حتى لإنقاذ أمريكا المسكينة؟ الأفسيو يضخ الملايير، يضخ الملايير في مدينة أمريكية مفلسة، مدينة أمريكية مفلسة. لماذا تحاربونه يا أعداء النجاح؟ أنتم مخلوقات تكره المعجزات وتثبط الناجحين، وكذا المقترضين والقارضين. البيانا ينفي منح قرض ضخم لرجل الأعمال حداد. جميل، ما أجمل تفنيد الأخبار والملايير المغرضة من بنك وبنوك الجمهورية. Je voudrais quand même préciser qu'en tant qu'opérateur économique, j'ai tout à fait le droit de demander un crédit d'investissement pour financer des projets si mon dossier, bien sûr, est complet et offre toutes les garanties. C'est une pratique normale. Il ne s'agit pas d'une faveur. Effectivement, nous avons demandé un crédit de 5 milliards de dinars. حداد، نعم استفدت من قرض ب 500 مليار، استفدت من قرض ب 500 مليار، 500 مليار فقط. أعداء النجاح وخلق الثورة يكذبون، يشوهون سمعة الرجال ويحاربون المعجزات. واش اللي خاص 100 مليار؟ ما كاين والو. من لحيتو بخر له وقول لهم حزوني فيك العرب. حزوني فيك العرب. بنك يتبرأ من قرضه وحداد يؤكد أنه قارض. لهذا حسدوك يا سيد حداد، حسدوك يا حداد زمانه، ولهذا أنت خالق للثروة بشكل استثنائي وقارض ومقترض. وهو ما يؤكد شهادة وزير الفقاقير، شهادة وزير الفقاقير بكونك شاب قافز وشاطر، قافز وشاطر. سلال عن حداد، إنه شاب قافز وأتكل عليه، شاب قافز وأتكل عليه في سلال. هذا رأي سلال في القافز حداد، فترى ما رأي حداد القافز في سلال النية؟ فهمت معاه في الطريق وفهمت قبل ما ندخلوا لاسال، قال لي كلمة يعني تفاجأت بها، قال لي تكلمت وقلت له يعني رئيس الحكومة وطلب منا يعني باش نديروا اليد في اليد ونخدموا كل كيف كيف. هذاك وسط واش قال لي؟ قال لي شكون هو رئيس الحكومة هذا اللي يدبر عليا واش ندير؟ شكون هو رئيس الحكومة اللي يدبر على حداد واش يدير؟ شكون هو؟ لم تعد الآبار إلا جزءا من ذكريات ماض قد ولى، وقد اتخذت الدولة في مواجهة هذه الوضعية الجديدة الإجراءات التي يتطلبها الموقف. وأمام هذا الوضع الجديد الذي يغلق مصدر عائداتنا الأساسي، ونظرا لما يكلفنا إياه استيراد المواد الاستهلاكية ذات الأولوية بالنسبة للمواطن كالمواد الغذائية من اعتمادات مالية ضخمة كانت تدفع بالعملة الصعبة من عائدات البترول، فإن الوضع يفرض علينا تقشفا صارما. إن الانضباط إذن أصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى ضروريا في كل الميادين، فلنعمل أكثر ولنستهلك أقل مع شن حرب حقيقية على مظاهر التبذير والإهمال في استهلاك الكهرباء والمواد الغذائية. وإن الأمر هنا يحتم على كل عائلة كثيرة الأفراد الالتقاء في غرفة واحدة وإشعال مصباح واحد فقط. كانوا يعرفون أننا سنفلس، كانوا يعرفون أننا سنفلس منذ زمن قديم، كانوا يعرفون. دولة النفط العظيمة تتهاوى، تنهار، تبور أبارها تباعا، والقضية أقدم من أن تكون وليدة يوم أو أمس قريب. القضية أقدم من يوم أو أمس قريب. ورقة توت البترولي، ورقة توت البترولي الذي كان يستر عورة القوى الإقليمية سقط، ومعه سقطت كل رهانات وبرامج حكومة المقروط الشعبي. برميل البترول، برميل البترول أصبح سعره لا يتجاوز سعر علبة شيبس المهبول منه والعاقل، والبدائل المتوفرة للخروج من الورطة النفطية بالإضافة إلى خيار خلق الثروة على طريقة القافز علي حداد. تلك البدائل والبدائن لها أوجه كثيرة، حيث وصل المسرح في دولة الله غالب، دولة الله غالب
إلى خرشف ديني عنوانه نستغل المسيحية لتعويض البترول. المسيحية قبل رسالة الإسلام محجة يأتيها المسيحيون من أصقاع العالم، لكنهم لا يأتون إليها عبر الجزائر، ولكن يأتون إليها عبر دولة صديقة. سوف تحاول الاتفاقية أن تبرز هذا المكان وأن تعطي له قيمته، حتى تفخر الجزائر بأنها قبل طروق الإسلام كانت كذلك قبلة للتدين وقبلة للروح. لقاء قمة بين عملاقين من وزراء الحكومة، توقيع اتفاقيات عظمى وسط تصفيقات حارة في مسرحية الحكومة تبيع في الخرشف من خلال بازار غول ومحمد عيسى، وذلك في سياحة رسمية بعقل القاشي والغاشي العزيز. ضرورة بناء اقتصاد وطني متنوع منتج تنافسي خارج المحروقات. ألم نقل لكم أن القايطة والقياطين بديل حي للنفط، وخاصة حين نرى مثل هذه الأفلام المبتذلة الإخراج والسياحة والتدين. يا دين الله، وش دخل شعبان في رمضان؟ وش دخل وزارة الشؤون الدينية في وزارة السياحة؟ محمد عيسى سينقذ الاقتصاد الوطني بضرع من المسيحيين. ايوه استاذ الحاج، لا ما قلتليش بقى. نعم، ايه علاقتك بالجنس الاخر؟ يعني زي علاقتي بحضرتك. يا استاذ فرحان، بقول لك الجنس الاخر، الجنس الاخر هو في ناس تانية من ورانا واحنا مش عارفين. كما اصبح نافلة دينية، ذلك القطاع تحول الى نكتة سياحية ثم سياسية عبر الدستور. المساجد لشرح وثيقة الدستور، المساجد لشرح وثيقة الدستور. لقد فقعنا في الوقت. لقد تشحمنا في الشحم. لقد تلسوعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. رجعنا في الحلف في المح. قد وقعنا في الفخ. وقعنا في الفخ. على ذكر الدسترة والدستور والمدسترين، وزير الداخلية يرافع للحسنات، لحسنات الدستور. وزير الداخلية، الدستور كله حسنات، كله حسنات. عمار غول في تصريح سابق يتعلق بالحسنات والسيئات، أفتخر كوني حسنة من حسنات بوتفليقة. عمار غول حسنة من حسنات بوتفليقة. لن نسأل وزير الشؤون الدينية عن الفرق بين الحسنات والسيئات، ولن نقارن بين الحسنة الجارية المسماة غول وبين الدستور الذي ظهر حسب سي بدوي. الدستور الذي ظهر حسب سي بدوي أنه كله حسنات، لأن المقارنة ستكون كارثية دستوريا وكاريكاتورية في مسلسل تعددت مسمياته وبطولته السينمائية. أنا مهمتي نفتش على المواطنين المعوزين. المواطن عنده مشاكل. المعاقين، أنا في المناطق المعزولة والفقيرة نوري لهم ديسبوزيتيف، نعمل اتصالات جو سيبل. وزيرة التضامن تلتحق، تلتحق بركب، شوفوني شوفوني وأنا انضمن. شوفوا هي الضمن. الغضب الساطع آت أو جاي من وزيرة التضامن إلى وزير صحة ما كانش إن شاء الله في الجزائر. راهو قانون توافقي، شوف لي ريزيستونس هذوما دواب ديسباريت ان شاء الله. اسمع، ما كانش ان شاء الله من المطرق، ما كانش ان شاء الله من المطرق، ما كانش ان شاء الله. كي تقول ان شاء الله في الجزائر معناها خليها مش عارفين. ها هو المطرق يا سي وظيف. ما كانش ان شاء الله من المطرق، ما كانش ان شاء الله من المطرق، ما كانش ان شاء الله. كي تقول ان شاء الله في الجزائر معناها خليها مش عارفين. من ما كانش ان شاء الله الى انت خردة، الى خرجتونا من رحمه ربي، عدوى السينما انتقلت الى الولات. برنامج الهضره انطلق، دراهم خلصت وبغى غير الريح. خردة، ارقدوا ارقدوا، ما نخدمش هكذا. زيت خردة. Aujourd'hui vous les comblez. انا نهضر معاك سي المير. اسمع سي، اسمعني وصلنا نهضر معاك. يا بديها سينو نوقفك. اي رفد عليا الزبل تاعك. في الجانب الاخر، الجانب الاخر والضفة الاخرى لحكومة وشعب ودولة الله غالب، لويزا حنون تصل الى مرحلة قررنا توقيف قررنا. زنقة زنقة، دار دار،
فورا فورا. قررنا توقيف ايادي الاجرام. ايوه. لتعيش الجزائر حرة سيدة ومستقلة. بيت بيت، دار دار، زنقة زنقة. قررنا توقيف ايادي الاجرام. وسنزحف انا والملايين، انا معي الملايين ومعي الله الذي نصرني على القوة العظمى الكبرى. بسرعة انقذوا نفسكم قبل ان اعطي اشارة الزحف المقدس. الزحف المقدس وانا معي الملايين هو لسان حال حنون ولسان حال خليدة تومي. خليدة تومي التي لن تطلب الصعود الى القمر. ما نقولوش للور ما رايحينش نعود الى الوراء. دقت ساعة العمل، دقت ساعة الزحف، دقت ساعة الانتصار. لا رجوع الى الامام، الى الامام، الى الامام. ثورة ثورة. ما طلبنا القمر، ما طلبنا البحر، ماذا طلبنا؟ قطعت رحلة طويلة من وإلى يا سيدة تومي، فلا داعي لأن تطلبي غطاء أكبر. فالأفلام الهندية وسيلة جيدة للترفيه ولتمديد الرقص النفطي على البطون والعقول. إلى الفقرة الموالية أعزائنا المشاهدين، إلى نشرة الثامنة ظهرا. مرحبا بكم في نشرة أخبار الثامنة ظهرا، الثامنة ظهرا. وإلى عناوين الأخبار. أخبارك إيه حبيبي؟ وزراء الزئبق آخر اكتشاف سبيسيفيكي، وسلال لازم يرقي. خالد نزار ينتج أغنية ناقص إحساس. التلفزيون العمومي الجزائري يفوز بأوسكار الحرارة الجنسية. ودوليا العريفي يجيز أكل لحم التماسيح، وفضيلة الشيخ سعد بن عتيق يكتشف علاج البول الخارق. مرحبا بكم مرة أخرى وإلى تفاصيل الأخبار. أخبارك إيه حبيبي؟ مع بداية العد التنازلي لتغيير حكومي يقال أنه سينهي مهام وزراء بوزهرون من قوم وزير بلطاي. تسربت أخبار عن ارتفاع سعر الزئبق في سوق بالأحمر وشلته، حيث كشف النائب سبيسيفيك أن سعر المليمتر من سائل الزئبق يبلغ هذه الأيام، وخاصة مع تعديل وأي تعديل حكومي، مليارين سنتيم للقطرة الواحدة. ينشروا الزئبق بزوز مناير ويروحوا يديروا به الشعوذة. هل هنالك وزراء يشترون الزئبق ويذهبون الى الشعوذة؟ وعندك قائمه بالاسماء؟ ادله بالمهنه. من اين حصلت عليها؟ هذا كسر المهنه تاعي. هذه كما يقول. في ذات السياق هدد النائب سبيسيفيك بكشف اسماء بعض الوزراء ممن تعودوا على رش طريقي ووجه سلال بالزئبق لغايات وزاريه. لانه الزئبق نهار كي ترش به وزير الاول او مسؤول اعلى، ربي يجيب ساعة الخير ان شاء الله. بعباره اخرى وبعباره سبيسيفيكيه، زوج قطرات زئبق وتولي وزير في حكومه سلال والزئبق. على هامش حرب الجنرالات والنياشين الكبيره، حيث احتوى اللواء المتقاعد خالد نزار ساحه انا وحدي نبغي البلاد، معتبرا نفسه بطل السلم والحرب. برر هذا الاخير وبكل ثقه عدم التحاقه بالثورة التحريرية في سنواتها الأولى بالإحساس وعدم الجاهزية النفسية والمعنوية والسياسية. أنا بالنسبة لي قلت لكم ما كنتش جاهز، سواء معنويا سواء سياسيا سواء باش نلتحق. أنا كاينة حاجة، كان شيء موجود، إحساس موجود بغير شك موجود، بمعنى في المنطقة نتاع الثورة بعد صحيح، والعائلة كلها فيه إحساس. هل هذاك الإحساس معناته يدزك باش مباشرة؟ ولكن جاء بعد مدة. المهم في رأي نزار أنه تأخر في الالتحاق بالثورة الأولى، ولكنه كان جنرال التطوير الثاني. هل تحس حقا يا نزار؟ رغم توالد القنوات الخاصة كالفطريات، إلا أن التلفزيون العمومي لا زال يثبت ريادته الرسمية في صناعة الرأي العام، وخاصة في مجالات الأخذ بيد أطفالنا في دروس الغرام والحب
والزواج. نقرا في لاكخش ونزود. ما عندك حتى واحد تحبيه؟ عندي تحبها. لا شكون اللي تحبيه؟ عندك واحد تحبيه؟ كي باغي تزوجي به؟ ايا او اسمها شباب. ايا شباب؟ لا خان هنا. قولوا والله. في ذات السياق الرياضي اكتشف تلفزيون الحكومة هوية الشهر السخون في السنة. وشنو هو؟ شهر دافي كما فيها. شهر أوت. أنا أقول من ذاك شهر جوي يجي سخون على أوت. أنت ماما؟ أختي أوت ماما. واحد فيكم جمعة صحيحة. شو مالا؟ شوف بالك يحب تختار عندنا كل شهر يكون سخون في شهر أوت. هي بركينا بالك جانفي ماشي خير. يلا قولكم شنو هو؟ وشنو هو؟ يا جنينة تاعي شهر لاسي. بالإضافة إلى الشهر السخون والدافئ تلفزيونيا، فإن القمر في تلفزيون الحكومة ظهر أنه ميكانيسيا. شفتي القمر؟ لا لا ما شفتوش، ما طليتش متاقة. هلا شفت ما خير منه. قولي والله شكون هذا؟ ما نعرفوش، شامي شتو. احكي لي من الأول للأخر وبلا عقل وبلا ما تسربي وبالديتاي. خسرت لي طوموبيل رحت نخدمها، لقيت واحد الميكانيسيان هبالك ما فهمت والو. شفتوا القمر وشفتوا شهر سخون، التلفزيون الحكومي يفوز بأوسكار العشق المفضوح. دوليا، في إزالة وتفكيك للغم ديني حول شرعية أكل الزواحف المائية منها والترابية، أفتى داعية السعودية ومعشوق الوهابيين الشيخ العريفي بجواز أكل لحم التماسيح، حيث أفتى الداعية أو الشيخ المتداعي عبر حسابه على تويتر بجواز أكل التماسيح وثعابين البحر. ومن جهة أخرى وفي إطار فتوانا أحسن وأسمن من فتواكم، حرم داعية شيعي أكل لحم الأرنب. وأقولها حتى ينقطع النفس، لحم الأرنب حرام، عندنا نصوص. التمساح حلال والأرنب حرام، وبينهما تبول علاجي كشفه فضيلة الشيخ سعد بن عتيق. ذهب ابنه الأصغر ليحلب الإبل، فلما أتى إذا بأبيه الناس متجمهرين عليه، أخواء أبنائه الكبار وأبنائهم، والدك يا فلان يموت، ها هو يحتضر لم يخرج منه بولة من الليل الماضي، الآن سيموت، ليس بينه وبين الرياض نصف ساعة، بينه وبين الرياض ثلاث ساعات، الجوال ما يعمل، الموت محقق. دخل عليهم تمسك في يد أبوه، وش فيك يا أبوي؟ قال الموت ما كان من هذا الابن البر، طرد أبناء أخوانه وأبناءهم وأغلق الخيمة على أبيه وجلس معه نصف ساعة، ثم فتح الخيمة إذا والده يلبس الثوب الأبيض والغترة البيضاء ودهن العود في لحية الأب. راح السواد، يا راشد وش سويت في أبوي؟ قال والدهم أخرج بولي بفمه. بمثل هؤلاء شيعتهم ووهابيتهم ضاع الدين وأصبحنا طبق أرانب للتماسيح. نكتفي بهذا القدر، نهاية النشرة وإلى الفقرة الموالية. فقرة قالوا وقلنا أو تكلم حتى نراك، تكلم حتى نراك بالجزائرية الفصيح. بالجزائرية الفصيح، لا يمكن للأيادي الحاكمة المرتعشة أن تبني أوطانا قوية تستطيع أن تخوض غمار تحديات العصر التي تحيط ببلادنا. صغير سلام، الحوار، ليتها الأيادي وحدها من ترتعش. مشكلتنا الأبدية يا أستاذ سلام في العقول المرتعشة والبطون المنتعشة، عندما لا يتفق بنفليس، جلال سفيان، مقري وجب الله وعلي يحيى وحمروش وغيرهم على الالتقاء، يصبح من حق السلطة أن تفتخر بأن المعارضة عاجزة وفاشلة وغير قادرة على فعل أي شيء يقلقها أو يهددها. هابت حناشي، الحياة. ف
فلنحصيهم نفرا نفرا يا سهابة. بلفليس، جلالي، مقري، علي يحيى، حمروش، ألم يكن هؤلاء هم السلطة أو على الأقل جزءا من مائدة السلطة؟ المعارضة يمكن أن نسميها سلطة المعارضة، يعني مهمة رسمية. جملة ما سمعنا من كلام عن العشرية القبيحة لا اعتراف بالخطايا، لا اعتراف بالخطايا، لا استعداد للمراجعة، لا ندم، لا توبة. الجميع أبرياء وطنيون منقذون للجزائر من الشيطان المتربص بها. عيسى جرادي، البلاد. دون كيشوت يبلغنا السلام يا سي جرادي. مع بطولاتهم هذه الشيطان هو نحن. فيسبوكيا، أسعار النفط ترابط عند أواخر العشرينات، ثمة تقديرات أن يصل سعر البرميل تحت 10 دولارات حسب صحيفة تليغراف البريطانية. اخشوا شنو، فإن زمن الكرواسون والقفرط قد ولى الإعلامية خديجة بن جنة. الأمر يا أستاذ بن جنة لم يعد يتعلق بزمن القفرط والكرواسون الذي ولى، ولكن بولات ولى زمنهم لا زالوا يعجنون للخلق زمن الآخرين في ترويج لنظرية الشعب يريد أكل المقروط لأي هدف، لأي هدف يستدعون الماضي. الدكتور أحمد شنا، الدكتور أحمد شنا، هم أصلا يا دكتور شنا لا يمتلكون إلا ماضي جعلوا منه حاضرهم وصادروا به كل مستقبلنا. يعني رهان استدعاء الماضي ضرورة اقتضتها نظرية جنان نطاب نطيبوا لكم جنانكم. أتمنى أن أدخل الوسط السياسي لكني أخاف على سمعتي. كارلا باركر، ممثلة أفلام إباحية إيطالية. عبد الرزاق غضب. صدقت كارلا باركر يا سي عبد الرزاق أحسن تعبير لوسط يفوق انحلاله أي تحلل وانحلال أخلاقي. إلى فقرة خاتمتها سيرك. خاتمتها سيرك، والسيرك كما نعرف فنون وجنون ومجون أحيانا، مجون أحيانا. خدمة للسيرك الإعلامي هذه المرة الفتى محمد بسا مذيع قناة النهار يبسبسنا، يتحفنا باعتراف عجيب. أقول لك أن العديد من المعجبات قطعنا آلاف الكيلومترات من أجل رؤيتي وتقديم هدايا لي، وهذا الأمر أحرجني كثيرا، هذا الأمر أحرجه كثيرا. كما لتركيا مهندها فإن للجزائر بستها آلاف المعجبات بالإعلام محمد بسا وليس برئيس الجمهورية الصحفي أحمد حفصي. حلمي أن أكون رئيس جمهورية، حلمه أن يكون رئيس جمهورية، من العشق الممنوع إلى الحلم المبلوع وصولا إلى السيرك الموجوع. حفايف عياش رئيس الجمهورية 2019. حقا بلاد الفرسان في السياسة والإعلام وحتى في الشعر. نعم في الشعر، سمو الشاعر محمد جربوعة يتحدى ننسي عجرم. لست أقل منك شعبية يا ننسي عجرم، ليس أقل منها شعبية. المرض عام والدروشة فن قائم بحد ذاته، لم يستثني لا حكومة ولا إعلاميين ولا شعراء ننسي عجرم. وآخر الختام خبر مغرض وباك جدا، التماس السجن لسارق حبة كرواسون. صفقوا، التصفيق حلال، آخر قرار تاريخي سعودي، صفقوا. نلقاكم أعزائنا المشاهدين في الحلقة القادمة بإذن الله.